السلام عليكم. هنبدأ في الفيديو ده إن شاء الله نتكلم عن الـ AAA سيرفر، وهنشوف إزاي نطبقه معانا مع الـ IoT سيرفر. أول حاجة يعني إيه AAA؟ AAA اختصار لـ Authentication Authorization Accounting، اللي هو بأسامي الثلاث حروف دول. الـ Authentication يعني إيه؟ يعني إن أنا بعمل عملية Verification و Identification لليوزر، يعني إن أنا بتأكد هل هو اليوزر ده ولا لأ. طب أنا بتأكد منه إزاي؟ أشهر الأمثلة على الكلام ده إن أنا مثلا بعرف الكلام ده عن طريق اليوزر نيم والباسورد، عن طريق الفيس ريكوجنيشن أو الفينجر برينت، البصمة بتاعته. فكل الحاجات دي أنا بعرف منها هل هو الشخص اللي مسموح له يدخل ولا لأ، فدي بنسميها Authentication. تاني حاجة هي الأوثرايزيشن، ودي اللي أنا بدي بيرميشن لليوزر إن هو يعمل حاجة معينة مثلا، او ان مثلا اقول له انت مسموح لك يعني الموظف الفلاني يقعد على الجهاز الفلاني، فدي اسمها بيرميشن. مسموح له مثلا يقعد من الساعة 9 للساعة 4 العصر، فدي برضو بيرميشن. مسموح له انه يفتح مثلا ملفات معينة وما يفتحش ملفات تانية، فدي برضو بيرميشن and so on. فدي اسمها authorization، زي في البنوك يعني كده، الموظفين كل موظف ليه بجهاز ووقت معين بيشتغل فيه وبينتهي فيه وهكذا. تالت حاجة معانا هي الأكاونتينج، ودي إن أنا بتراك اليوزر أكتيفيتيز، الأنشطة اللي هو بيعملها. فأنا ببدأ بتراك اليوزر، بعرف هو دخل على إيه، طلع إمتى، إيه المواقع اللي استخدمها، إيه اللوج إن، عمل لوج إن إمتى، لوج أوت إمتى، إيه الحاجات اللي هو عملها، حذف ملفات إيه وهكذا. فدي طبعا الاكاونتنج مهمه جدا، وخصوصا لو حصل مثلا هاكينج في الشركه او في البنك مثلا، او حصل سرقه مثلا او كده، فبيرجعوا لللوجز والحاجات دي، فبيبدا يشوف مين دخل امتى ودخل فين وعمل ايه وهكذا. فبتكون مهمه جدا في حاله الاتاكينج والحاجات دي. تمام، تعال نشوف كده سريعا التريبل اي سيرفر ازاي هنطبقه معانا هنا في الاي او تي. اول حاجة خلينا هنا يعني نحط سيرفر بالشكل ده اهو، وبعد كده هنحتاج معانا سويتش. تمام، وبعد كده هنحتاج معانا هنحتاج وايرلس راوتر اهو، اللي هو ده WRT، ده شبه اللي عندنا في البيت. تمام، هنشوفه دلوقتي، وبعد كده هنبدأ نحط اللي هو الايه الأجهزة بتاعتنا. زي مثلا هنحط أي حاجة بقى مش هتفرق، وليكن مثلا الووتر درين ده، حط اللايت، حط أي حاجة بقى، فان مثلا. تمام، فحلو أوي التلاتة أجهزة دول عشان ما نضيعش وقت. تمام، بعد كده هنبدأ نكونكت الأجهزة دي ببعضها. زي مثلا هنيجي هنا نختار، نضغط كنترول عليها كده، وهنوصل السيرفر ده بالسويتش، والسويتش ده بالراوتر. حلو أوي. تمام كويس. طبعا الأجهزة دي هتكونكت وايرلس مش واير يعني. تمام، بعد كده هنبدأ نعمل ايه؟ هنبدأ ندخل على الراوتر ده، هنشوف ايه الدنيا ماشية ازاي. لو جيت هنا في الكونفيج، جيت هنا في اللان، هتلاقي الاي بي كام، 192.168.0.1. حلو أوي. هنيجي احنا هنا في الجي اي اللي هو الجرافيكال يوزر انترفيس بتاعته زي اللي عندنا في البيت. هتبص في حاجة، هتلاقي في تو نتوركس عندك، اللي هو الانترنت سيت اب وفي النتورك سيت اب. فان الانترنت ده مختلف عن النتورك، اللي احنا مهتمين بيه هو مين؟ هو النتورك سيت اب. فهتلاقي الاي بي ادرس هو واخد كام اصلا، 192.168.0.1، وده السبنت ماسك 3255.0، وطبعا enabled اهو، الدنيا تمام. وده هنا بيقول لك الستارت اي بي هيبدا من 100 والماكسيمم 100 والماكسيمم 50 يوزر. فطبعا اصبح الرينج بتاعك من 100 ل 149. حلو الكلام ده، فمعنى كده ان الراوتر اصلا واخد كام، واخد واحد. تمام ده كويس، وخد بالك ان هو اصلا ايه الدي اتش اس بي enabled. حلو أوي الكلام ده. تعالى هنيجي هنا على السيرفر. السيرفر هنحتاج ان احنا نديله ايه، نديله اي بي. ممكن نخليه ياخد دايناميك من الراوتر، وممكن نديله احنا ستاتيك، بس الافضل ان احنا نديله ايه، نديله ستاتيك بالظبط كده. ف تعالى هنا ستاتيك، هنخليه ياخد مثلا 192 دوت، سوري انا بكتب عربي، 192 دوت
دوت 168 دوت 0 دوت مثلا 20. تمام، فده انا هخليه ياخد 20. تعالى كده هنعمل ايه، هنعمل باتس كونكت على مين، بينج على اللي هو 192 دوت الراوتر، يعني 168 دوت 0 دوت 1، هنشوف هيعمل بينج ولا لا. فعموما يعني هو مش هيعمل بينج. طب ايه السبب؟ السبب ان الراوتر ده واحنا جينا نوصله هو اتوصل على 0 على 0. طب مين هو 0 على 0 ده؟ خلينا نمسح ده كده، سوري، خلينا نمسك ده ونمسحه، هنمسح ده وهنوصل. هو طبعا انا هنوصل ايه، احنا طبعا وصلنا اوتوماتيك، فهنوصل يعني ده سويتش وده راوتر في اجهزة مختلفة، فانا هوصل ستريت ولا كروس؟ ستريت صح. تمام، هاجي هنا اختار السويتش اهو البورت من عليه، وهاجي هنا هتيجي تبص هتلاقي في الراوتر بتاعك يا اما انترنت او ايه او لان، فدول بتوع اللان صح. فانا المفروض ان انا اوصل على مين، على اللان. انما انت لو بصيت في الاول، بص في الاول كان 0 على 0، يعني كان متوصل اوتوماتيك انترنت، فعشان كده مش راضي يعمل بينج. فانا المفروض اعمل ايه؟ المفروض ان انا اختار اي فتحة من هنا، ماشي، ونيجي هنا نختار اي فتحة من الاربعة دول اللي هي دي كده. تمام، تعالى كده على طبعا هو واخد خلاص مدينه ستاتيك، هنعمل بينج تاني على مين، على السيرفر اللي هو واحد، المفروض يعمل ريبلاي معايا بقى المفروض. هو هنا لاحظ ان هو هنا ريكوست تايمد اوت، ما عملش. طب تاني كده هو عمل ريبلاي. تمام، حلو قوي. قلنا ده بسبب ايه؟ بسبب ان احنا مش كناش متوصل بالانترنت، سوري بالايثرنت، باللان يعني، لان زي ما شفنا هنا في السيت اب بتاعه في انترنت وفي نتورك. فالانترنت عشان احنا كان متوصل خلال الانترنت، فما فيش اي كونفيجريشن ليه، انما الكونفيجريشن على مين، على النتورك، فعشان كده وصلنا بالايثرنت. تمام، فعشان كده عمل بينج معانا. دي كانت اول ملحوظة معانا كده. تاني حاجة بقى محتاجين ايه، نيجي هنا على الراوتر، احنا خلاص خلصنا البيزك سيت اب، هنيجي على الوايرلس. هتلاقي عندك البيزك وايرلس سيتنج، كل اللي هنحتاجها في النتورك نيم اس اس اي دي، فدي ممكن نسميها مثلا اي او تي اندرسكور نتورك، ودي زي اللي عندك في البيت، ان انت تدخل عليها اسم الشبكة. تمام، بس مش محتاجين حاجة، هننزل بس نعمل سيف ما تنساش اهو. في بعد كده الوايرلس سيكيورتي، ودي هنحتاج ندخل عليها عشان نظبط حتة السكيورتي. فهو هنا ديسيبلد، هنختار اخر واحدة اللي هي دبليو بي 8 انتربرايز. بص لاحظ معايا، هتلاقي في الانكريبشن بتاعك بالاي اس، ده طبعا تكنيك مشهور في الانكريبشن. بعد كده طالب مني راديوس سيرفر، فمحتاج مني اللي هو التريبل اي سيرفر، سوري التريبل اي سيرفر الاي بي بتاعه بقى، اللي هو ده التريبل اي، الاي بي احنا كنا مديله 20 صح؟ صح. فهنبدأ نديله 192 168 دوت 0 دوت كام؟ دوت 20 صح كده؟ تمام. وكمان طلب مني حاجة اسمها شيرد سيكريت، ده عبارة عن باسورد، فأنا هديله هنا باسورد 1 2 3 مثلا 4 5، وخلينا نفتكر دي كويس معانا عشان هنبدأ نحطه هنا تاني على السيرفر أصلا. هو المفروض يبقى هنا في الأساس، وده شيرد سيكريت. خلاص هنعمل سيف تحت. تمام، بالشكل ده كده. تمام، هنيجي هنا بقى على مين، على السيرفر. لاحظ محتاجين نعمل حاجتين نفعل تو سيرفيسز عندنا. هنيجي هنا من السيرفيس اهي، محتاجين اول حاجه الاي او تي سيرفيس نخليها ايه، اون، ده اول حاجه عشان ما ننساش. وبعد كده اللي احنا محتاجينه بقى في السيشن بتاعتنا دي، اللي هو نفعل التريبل اي اوثنتيكيشن. هنيجي هنا اول حاجه نفعلها اهو، نخليها ايه، نخليها اون. هتلاقي في النتورك كونفيجريشن طالب من الكلاينت نيم، اللي هو اسم الايه، اسم الشبكه الاس اس اي دي، واللي احنا سميناها اي او تي اندرسكور ايه نتورك. تمام،
الكلاينت اي بي، فطلب مني الـ يعني ده الايه اسم الشبكه اس اس اي دي، والكلاينت اي بي اللي هو الاي بي بتاع مين، بتاع الراوتر اللي هو 192.168.0.1. والسكرت ايوه هو ده اللي احنا بقى ايه اللي هو طلبه مني هنا اصلا، اللي احنا حطيناه 1 2 3 4 5 تمام، وده نوع راديوس تمام. هعمل اد ما ننساش، خلاص عملنا اد. بعد كده لاحظ بقى طالب مني ايه تحت هنا، احنا خلاص خلصنا النتورك كونفيجريشن، فاضل هنا اليوزر سيت اب، فمحتاج مني يوزر نيم وباسورد لكل الاجهزه اللي المفروض تدخل. فدي بقى فكره الايه تريبل اوثنتيكيشن، ان كل واحد يدخل باليوزر نيم وباسورد. فهنا ده السموك ديتكتور، احنا حطينا سموك ماشي. فهنيجي هنا في اليوزر نيم هنحط مثلا اسم هنسميه سموك ديتكتور، والباسورد هنحط 1 2 3 وهنقول له اد. لو انا عاوز اغير فيها ممكن نضغط هنا ونعدل هنا تاني تمام. بعد كده هنعمل يوزر نيم وباسورد لللايت، فهنختار هنقول مثلا ده اسمه لايت، وهنا 1 2 3 الباسورد، واعمل اد. وبعد كده الفان هعمل لها برضو نفس الكلام، فان و1 2 3. خلاص احنا كده كريتنا 3 يوزر نيم وباسورد لكل الثلاثة اجهزة دول. خلاص كده احنا كله تمام. فاضل ايه؟ فاضل ان انا اجي على الثلاثة دول والمفروض يكونكت بقى هنا. طب ليه هما ما عملوش كونكت زي قبل كده ما كان بيعمل كونكت على طول؟ هتقول لي لان الاس اس اي دي اكيد مختلف. فلو جينا على الكونفيج في الوايرلس هتبص هتلاقي ده الاس اس اي دي هوم جيت واي، واحنا عاملينه اسمه ايه اي او تي اندر سكور ايه نتورك تمام. لاحظ هنا الاوثنتيكيشن ديسيبل، ده هل هي ديسيبل؟ لا، احنا عاملينها على الراوتر ايه دبليو بي اي 2، فلازم تعمل دي عشان يكونكت. فاليوزر اي دي احنا هنا ده كنا مسمينه سموك، والباسورد ايه 1 2 3 اللي احنا كنا عملناه هنا على مين، على السيرفر. وخلاص على كده نقفل. المفروض دلوقتي هيكونكت، عمل كونكت اهو. بعد كده اللايت نفس الكلام، هندخل على الوايرلس نخليه اي او تي اندرسكور نتورك، وبعد كده هخليه دبليو بي اي 2، يوزر نيم هخليه طبعا مش هخليه، هحط اللي احنا عملناه اللايت 1 2 3 خلاص ونقفل. المفروض يكونكت هو كمان، عمل كونكت وهنا نفس الكلام وايرلس اي او تي نتورك وخلاه دبليو بي اي 2. هنا دي اسمها فان و1 2 3 اللي هو اليوزر نيم والباسورد اللي احنا حاطينه بس. فاشيل المفروض يكونكت هو كمان تمام كده زي الفل. فضل ان احنا نعمل ايه، تعالى هنا نيجي على السيرفر ونيجي على الديسكتوب الويب براوزر، وخلينا ايه نكونكت على 192.168.0.20 اللي هو نفسه اهو. هو هنا بيقول لي ساين ان، احنا ما عملناش يوزر نيم، فهنقول له ساين ايه ساين اب. هنعمل يوزر نيم هقول له ادمن مثلا، يعني 1 2 3 زي ما تسميه، وهقول له كرييت. خلاص لاحظ ان الاي او تي سيرفيس سيرفر ديفايسز هنا مفيش ديفايس. طب ده ليه بالظبط؟ لان احنا ما ضفناش الاجهزه دي على مين، على ان هما يبعتوا ريموت على السيرفر ده. فهنيجي هنا على ده، هنيجي ننزل تحت في ريموت سيرفر ونخليه يبعت على مين، على الاي بي اللي هو 20 بتاع السيرفر، واليوزر نيم ايه ادمن، والباسورد 1 2 3. واحنا حطينا الباسورد كام، 1 2 3 ولا 1 2 3 4 5؟ دي خلينا سريعا كده ادمن، وهنا 1 2 3 تمام، 1 2 3 اوكي. فهنيجي هنا نكمل 1 2 3، هو اصلا عمل كونكت سبحان الله يعني ماشي تمام. بعد كده هنيجي على اللايت، ننزل تحت ريموت سيرفر وهقول له ايه كونكت على مين 20، وادمن 1 2 3، وهقول له اضغط انتر، هو هيبدأ يكونكت اهو ماشي، هو عمل كونكت فعلا تمام، يعمل ريفريش. بعد كده الفان نفس الكلام، هننزل تحت هخليه ريموت سيرفر 20، اليوزر نيم هخليه ادمن و1 2 3 مش هخليه، هديله الادمن. بعد كده كونكت تمام، عمل ريفريش تمام. هنيجي نبص تاني كده نأكسس على مين،
على 20 وأقول له أدمن 1 2 3، لأن الأجهزة طبعا معاك أهي. تمام، شغالة أهي. ده طبعا سموك ديتكتور أصلا، يعني بيدي ألارم أو ليفل. بعد كده ده اللايت، ممكن تون أو أوف، و ده الفان لو أو هاي وهكذا، تلاقي إن الدنيا تمام يعني. فأنت حابب، لو أنت حابب مثلا عاوز تحط لابتوب هنا مثلا، ومن اللابتوب ده أنت عاوز تأكسس على طول، ف تأكسس يعني السيرفر، فممكن نخليه كونكت ونيجي عليه هنا. والديسكتوب ممكن نريح دماغنا ونخليه دي اتش سي بي، ياخد على طول من الراوتر. المفروض ياخد 192، 168 ما خدش، خد الأبيبة. لا، هقول له ستاتيك تاني ودي اتش سي بي. برضو تمام، لسه بس ايه يعني، هو خلاص قلبت اهي اللون ده، فكده هتبدأ تاخد بقى. 192 خد 103. ممكن بقى نيجي نأكسس مين؟ من الديسكتوب. خلاص هنشيل ده ونأكسس الويب براوزر، ونأكسس مين ده؟ الريموت سيرفر، ادمن 1 2 3، اضغط انتر وخلاص اهو بدأ يظهر لي الاي او تي ديفايسز بالشكل ده. فممكن ان انا اتحكم برضو بالحاجات دي وانا قاعد في اي مكان تاني في البيت عن طريق اللابتوب. تمام، وممكن تتحكم في كل حاجة اهو. ده بكل بساطة كانت فكرة النهاردة، ان احنا نطبق اي او تي سيرفر، وفي نفس الوقت نطبق التريبل اي اوثنتيكيشن، بحيث ان انا اوثنتيكيت اليوزرز اللي عندي عن طريق ان هو يدخل اليوزر نيم والباسورد. ده بكل بساطة كان موضوع السيشن ده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.